السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم سارة وورشة جديدة بإذن الله. هي نفس الفكرة بس مع اختلاف بسيط في اللي فاتت، يعني دكتورة إيمان والمرة اللي فاتت كان دكتور سمير، بس دكتورة إيمان بقى حطينا لها إيه؟ حطينا لها نجوم. الأطواق ديت أنا شرحت بتتعمل فين ومقاسات، يعني والمقاس اللي أنت عايزاه وكل مقاس له سعر. طبعًا الأسعار ما حدش يسألني هي بكام، لأن النهاردة بسعر وبكرة بسعر تاني. فيلا بينا نشوف هنعمل إيه؟ هنعمل ورشة دي كده بإذن الله مع بعض. أنا علقتها بفتلة محلولة وهنعمل دول كده مع بعض. الأشكال أنا ما كانش في دماغي شكل، ودي الوقت معايا هو اللي ما ساعدنيش إني أفنن وأعمل شكل أحلى من دوت. بس يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا على السريع كده نتعرف على الخامات بتاعتنا. فيديوهات المكرمية بعد كده طالما احنا عرفنا البدايات يبقى مش هنحتاج نطول فيها. هديكي فكرة بس ليس إلا طوق. انا الطوق اللي فات انا عملته بتاع دكتور سمير كان ما عملتهوش النجوم، لكن دكتوره ايمان حطينا لها نجوم. طيب الطوق دوت انا شرحت في الفيديو اللي فات بتاع الطوق اللي فات، شرحت كل حاجه وبيجي منين وقلت مقاس والكلام ده كله قلناه. هحتاج خيط محلول او مجدول. عايزه ده ماشي، عايزه ده ماشي. ايه الفرق بين المحلول والمجدول؟ بصوا المجدول هتلاقيه فتله ملفوفه، سواء فتلتين مع بعض او ثلاثة. معلش تليفوني بعافية شوية، ادعولي ربنا يوسع عليا واجيب تليفون. الفتلة ملفوفة عليها فتلة تانية، يبقى ده اسمه مجدول، يعني اتنين لافين على بعض. لكن المحلول فتلة اهي، مجموعة خيوط بس متجمعة مع بعضها، ده اسمه محلول. يبقى ده محلول عرفناه وده مجدول، الاتنين مكرمية مصري. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا قصيت ثلاث غرز يمين وثلاثة شمال. الفكرة انا بديهالك وانتي ابدعي مع نفسك، يعني مش شرط الغرز اللي انا بعملها دي هي اللي انتي تعمليها، لا مش شرط خالص. اشتغلي مع، والله انا مش عارفة التليفون بيبكس ليه، لو حد عنده فكرة التليفون بيعمل كده ليه يبقى ياريت تقولولي، انا مش فاهمة ايه المشكلة فيه. هوقف كده واظبطه، ارجو من الله انه يشتغل كويس بقى، انا مش فاهمة ايه المشكلة، يا ربنا يتوب عليا منه. انا ممكن هديكي فكره وانت اعملي اي شكل انت عايزاه، يعني انا منزله غرز المكرميه كتير جدا، خشي واختاري الشكل اللي يعجبك واشتغليه، مش شرط تنفذي اللي انا بقوله دوت. انا هنا اشتغلت الفتله، قصيت الفتله متر، الواحده متر، يعني دي الناحيه دي نص والناحيه دي نص، مش انا بقص الفتله وبتنيها على اتنين واركبها. طيب عملت ايه؟ اشتغلت اول حاجه اول غرزه، تاني غرزه، تالت غرزه، بعدين بسيب اول فتلتين يمين واخر فتلتين شمال، وبروح اخده اول اربع فتل يقابلوني اللي هي اتنين من الغرزه الاولى واتنين من الغرزه الثانيه، وعملت غرزه ثانيه والناحيه الثانيه عملتها، سبت تاني اتنين واتنين، رحت اخده النص من الغرزه دي والنص من الغرزه دي واشتغلتها. الغرز انا مش بشرحها دلوقتي لان كده كده اوريدي انا شرحها، منزله لها كذا فيديو للغرز على القناه عندي خرز وكريستال ام ساره، منزله فيديوهات كتير. طيب خلاص انا خلصت الشكل ده، نفس اللي عملته هنا هعمله هنا، اللي هو هشتغل الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض، يعني غرزه غرزه غرزه، وبعدين اروح سايبه اول فتلتين واخد الاربعه دول واسيب اخر فتلتين اهو واخد الاربعه دول اهو، وبعد ما اشتغلهم هروح سايبه اول فتلتين واخر فتلتين واعمل غرزه واحده. تعالي احنا نشوف هنكمل بعد كده نعمل ايه. تمام كده انا عملت الاثنين خلاص، قربتهم شويه من بعض، خليت المسافه بسيطه. دلوقتي بقى انا هعمل الغرزه المزدوجه اللي هي مش عارفه اوريها لكم هنا، طبعا ماسكه التليفون. انا اشتغلتها بردك في ال، لا اله الا الله، عملت غرزه بيها، هنزل لكم الفيديو بتاعها، يعني انا اصلا كده كده اوريدي عاملاها. والله التليفون انا مش عارفه ماله، حقكم عليا في التليفون والله. سواء عايزه تسيبيها كده ماشي، عايزه تبروزيها بالغرزه المزدوجه بروزيها. هحاول احط التليفون على حاجه واوريكم. عايزين حطيته على الترابيزه اهوت، لا حول ولا قوه الا بالله، اهو كده الحمد لله اتعدل. الغرزه المزدوجه ديت انا عملتها في المرايه المكرميه، وانا لسه منزلاها اساسا، بس نعيدها تاني كده للناس اللي ما شافتش الفيديو. باخد اول فتله هشتغل عليها، مش هشتغل بيها، هشتغل عليها اهي. الفتله اللي بعديها اهي من تحتيها، اهي، هي تحتيها اهو، واعديها كده وادخلها جواها واشد. بسم الله، تاني اهي من تحتيها واعديها من فوقيها واشد ودخلها من قلبها كده واشد تاني اهي، ديت اللي بشتغل عليها، التانية تحتيها بمسكها كده
وعديها من فوقيها، عديتها اهي من فوقيها في فتحة في بين الختين، بشد منها، ما تشديش قوي بقى، ادي الحاجة براحة. هكررها تاني اهي كمان مرة اهو، هشتغلهم الاتنين كلهم بنفس الطريقة. استني عشان اوريكي بس ايه الناحية التانية. بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، فسهل لنا كل امر عسير فضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. الخيط دوت اما تيجي تشتغلي بيه الدميه من تحت عشان هيشرشب معاكي. طيب انا وصلت للنص، اسيبها بقى خلاص كده، هي كانت فوق بقت جت معايا تحت، اخد بقى الناحيه الثانيه ونفس اللي عملته الناحيه دي هعمله الناحيه دي اهي من تحتيها، والف كده وادخلها من جواها. طبعا الناحيه الثانيه الوحده الثانيه دي وحده كده، الوحده الثانيه هوقف الفيديو واعملها وبعدين نرجع نشوف هنكمل ايه، اكون بقى علقتها على الحيطه كمان اهي تاني بالراحه اهي. دي بشتغل بيها، اخدتها اول واحده، بعديها الفتله ديت من تحت اهي، بعديها من فوقيها كده اهي، عملت نمبر 4 واروح معديها من قلبها وشد. انا كنت بتلخبط فيها جدا جدا دي، بس بفضل الله يعني ركزنا شويه الحمد لله جت معانا اهي. مسكتها ادي واحده فوق والثانيه اللي بشتغل بيها دي تحت، دي فوق اللي بشتغل عليها واللي بشتغل بيها تحت، مسكتها عديتها من فوقيها، ادي الدايره دي اسحبها منها تاني واشد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اعدي. انا عايزه اوقف الفيديو لان التليفون عندي مفيش مساحه لاي حاجه، اما ارمي حاجات عايزاها كل شويه يقول لي مساحه التخزين، مساحه طب اعمل ايه مش فاهمه والله. تاني اهي بسم الله، يا رب الاقي قاعده كويسه كده، قاعده كويسه او واقفه كويسه، عشان شغل المكرميه ده بيقسم الظهر كده مع التصوير، ان الواحد قاعد كده مش قاعد براحته خالص اهي. كده تمام، اخر واحده بقى خلاص اهي، اخر واحده اعملها مرتين خلاص كده اتقفل المثلث. اخد بقى دي معاها اعملها واحده بس، ادي المثلث اتقفل. في حاجه بقى لو عايزه تعمليها نفس اللي عملناه دوت، ممكن اشتغله بس اسيب مسافه، هجرب لكم كام واحده كده اسيب مسافه. بسم الله اهي، انا ما شدتش خالص، انا سايبه مسافه. اللي عايزه تعمل دي تعملها، اللي عايزه تعمل دي تعملها، انت وذوقك. اسيب مسافه صغيره كده مش هشده قوي. بسم الله اهو نفس اللي عملته، اللي ما فيش داعي ان احنا نعمله بالراحه بقى. بصوا المسافة دي لما بتسيبيها متساوية في الاخر هتديكي شكل كويس. بسم الله اهي، ممكن تسيبيها اكتر من كده اهي، نفس اللي عملته بس سيبي مسافة لو عايزة. هشوف هعمل ايه ونكمل. هنا خلاص انا اشتغلتهم الاتنين وقفلتهم، وجيت هنا رحت اشتغلت من النص بالظبط، خدت الفتلة الاولى من هنا مع الاولى من هنا والتانية مع التانية، عملت غرزة وبعديها غرزتين قصاد بعض وبعديها غرزة. هقفل عليها، مش هاخد بقى دول، ممكن اخد بس، ممكن اسيب الطرف الاولاني ده النص الاولاني واخد دي امشي بيها كده، اقفل بردك مثلث زي ما انا عامله الغرزه المزدوجه والناحيه الثانيه برضو. انا خلاص بروستها اهوت، هنا بقى هحط، لو عايزه تحطي بقى عايزه تشرشبي على كده مفيش مشاكل، عايزه تحطي هنا حليه وتقفليها هنا زي ما انا عملت في الثانيه حطي، بس اي شكل اي غرزه انت عايزه تعمليها اعمليها. خلاص انا هنا حطيت فتلتين، الواحده طولها 2.25 متر ولكن ما قسمتهاش بالنص، خليت جزء اطول من جزء، الجزء القصير بشتغل عليه والجزء الطويل بشتغل بيه. اشتغلت الجنبين دول الغرزه المربعه بس حلزونيه، يعني ناحيه واحده، هنا بديت باليمين يبقى يمين على طول، هنا بديت بشمال يبقى شمال على طول، ونزلت بيهم الاثنين وجمعتهم هنا مع بعض وبعدين فرعتهم تاني. مش انا لما جمعتهم معايا ادي 4 فتلات و4 فتلات بقوا 8، رحت مفرعهم تاني اهو، عملت كل واحده تاني لوحدها وبعدين جمعت الخيط كله مع بعضه، اشتغلت بيه كام غرزه ولفيت عليها الخيط وسبتها خلاص على كده
وهي كده بالنسبه لي خلاص خلصت. كنت عايزه اعمل فيها تاتشات كتير، وكنت عايزه اعمل اشكال احلى من كده طبعا، ولكن ضيق الوقت معايا ان انا لازم الصبح اسلمها باذن الله لحبيبتنا، يعني مش حبيبتي وبس، دي اختي وحبيبتي وكل حاجه، لازم اسلمها لها الصبح باذن الله. فما كانش معايا وقت اني اعمل اي حاجه. ابدعوا انتوا بقى ونفذوا وورونا ابداعاتكم، واشوفكم على خير في ورشه جديده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.